ليه سيف مش واخد فرصة في نادي الزمالك؟ ما هو أنا بقول الفرصة، هل عشان أنا مثل كنت ضد المجلس ده في الانتخابات؟ وارد. هل مثل هم عايزين يجيبوا صفقات ويلعبوها ويقولوا مشينا ولاد النادي؟ مشوا ولاد النادي يعني، ما أنت يعني أنا حتى عيب إن أنا أتكلم كده يعني. يعني هو الأفضل هم لا سيف ياخد فرصة اللعب، لا سيف يمشي ما يبقاش إعارة، يمشي يروح النادي اللي هو عايزه طالما هم مش عايزينه. يعني بيخلوه يتمرن مع أربع، ما رضاش يروح يتمرن مع أربع خمس لعيبة، ما ينفعش يعني. حتى يعني والله الواحد يعني أزعل وأتضايق. أنا ابن النادي يعني، أنا من الناس اللي ليها يعني تاريخ مشرف في النادي يعني، وابني على يعني مثلا لما كان الكابتن حمادة أمام موجود وحازم امام في الملعب، عشان حماده امام الله يرحمه، وده هو ده اخويا وحبيبي واستاذي ومعلمي الكابتن حماده. هل تبقى رد فعل اي واحد زعل مع حماده امام واختلف مع حماده امام يقدر يقعد ابنه وهو حماده امام عضو مجلس اداره النادي؟ لا، او وكيل النادي؟ مستحيل. مستحيل. وبعدين انت بتعمل حاجه في منتهى الخطوره، انت المسؤولين عن النادي اصلا ما بيلعبوش كوره. يعني ما بتكلم على عبد الواحد، بتتكلم على احمد سليمان، بتتكلم على حسين السيد، الثلاثه دول حراس مرمى ما لعبوش كوره. اسمها كره قدم. يعني مش كره، مش هاند بول ولا كره حارس مرمى. يعني اللي بتعمل ده عيب، يعني عيب. حتى انا اول مره مثلك اقول اجيب مثل سيره الكابتن حسين لبيب، بقول له عيب، يعني عيب انت مش رئيس النادي؟ عيب. يعني انا بكلمك بامانه. اللي بيحصل ما ينفعش يحصل في نادي الزمالك. ما سيبك بقى، سيبك ان هو ملوش دعوه فاروق جعفر، ده لعيب كويس عنده قدرات عنده امكانيات. ما تجيبش لعيب مثلا النهارده عنده 22 سنه 23 سنه وهتأدبه وتربيه وبتاع، هو مش واخد على كده ولا هيعرف يعمل حاجه كده. فالضغط ده انا متهيألي مش حاجه كويسه، او اللي بيعمله مش حاجه كويسه. والكرسي ده مش باقي لحد يعني، لو كان باقي لحد ما كنتوش انتوا جيتوا.